كلنا بنتكلم من ايام 25 يناير وحتى يمكن كمان قبلها وبعدها عن مكافحه الفساد، الفساد الفساد الفساد، والفساد بقى في كل حته، والفساد عام، والفساد هو اس المشاكل والفساد. طيب، وكلنا بنتكلم وكثير بيتكلموا عن مكافحه الفساد. لكن الحقيقه قبل ما نفكر في مكافحه الفساد، في جمله مهمه قوي وهي دي يمكن شعار هذه الحمله او اسم هذه الحمله، هو المسؤوليه، يعني ارساء المسؤوليه. من المسؤول عن الفساد؟ ثم كيف نكافح هذا الفساد؟ الحملة الشعبية لإرساء المسؤولية ومكافحة الفساد كافح، هو ده موضوعنا دلوقتي وهي دي فقرتنا النهاردة. حقيقة مؤسسيها أو مجموعة أو بعض من مؤسسيها هم أيضا كانوا من مؤسسي حركة التمرد، الحركة اللي يمكن كانت مرشد خير علينا كلنا الحقيقة. خلينا نرحب بضيوفي ضيفي النهاردة، الأستاذ محب دوس، وهو عضو حركة التمرد وأيضا هو مؤسس، هو أحد مؤسسي حركة التمرد وأيضا أحد مؤسسي حملة كافح اللي بنتكلم عنها النهاردة. صباح الخير. صباح النور، أهلا بحضرتك. مظبوط إن الموضوع مش بس مجرد مكافحة الفساد، بس يجب قبل أن نكافح إن إحنا الأول نشوف مين المسؤول، إرساء المسؤولية. هو هي مش فكرة قد ما هي رؤية، يعني هي رؤية متكاملة للبناء إحنا شايفينها، ليس فقط أعضاء من حملة تمرد، ولا ما أقدر أقول إن هم مجموعة من أبناء 25 يناير و30 يونيو. بنقول بيها إنه مكافحة الفساد بكل أشكاله، يعني إحنا هدفنا الحملة ديت إن إحنا كمان نحط سبوت على مجموعة من أشكال الفساد لم يكن مطروحة قبل كده، يعني مش بس الفساد المالي، وإنما أيضا الفساد الوطني والفساد السياسي والفساد الاجتماعي. معلش بقى بالراحة كده، مفيش فساد مالي، ماشي فساد مالي عارفينه، اختلاس ومش عارف ايه، ايه بقى الفساد الوطني والفساد الاجتماعي؟ راحة كده. تمام، الفساد الوطني هو فكرة الخيانة بكل أشكالها، يعني وضع اليد في إيد أي عدو لا يريد لنا الخير، تمام؟ حلو. الفساد السياسي مقصود بيه حاجتين، أول حاجة الاستبداد بكل أشكاله، أو ثقافة الانتقام، إن أنا أنتقم من شخص بسبب آرائه أو مواقفه، أو فكرة إن أنا ما أصدرش قوانين تليق بمرحلة اسمها مرحلة ثورة، يعني إحنا المفروض إن إحنا في الوقت الحالي ماشيين بشرعية ثورتين كمان، يعني 25 يناير و30 يونيو، وبالتالي فمن باب أولى إن إحنا نصدر مجموعة من القوانين تفيد دوت، المفروض في مجلس النواب القادم تكون صادرة، تفيد إن إحنا انتقلنا من مرحلة إصلاح لمرحلة ثورة. الفساد الآخر هو الفساد الاجتماعي، اللي هو كل الأمراض المجتمعية اللي موجودة في مجتمعنا من واسطة ومحسوبية وإهمال وما إلى ذلك، والروح الأنانية والفردية اللي موجودة في مجتمعنا المفروض إنها تتغير. والفساد المالي المقصود به أيضا ليس فقط عملية الرشوة أو النهب أو السرقة أو ما إلى ذلك، أيضا عمليات نهب منظمة أو ممنهجة، يعني منها مثلا برنامج الخصخصة اللي وضع من سنة 90 حتى يومنا هذا، وتم به بيع كنوز مصر الإنتاجية كلها اللي مولت حرب أكتوبر في 73، أو خلتنا بالظبط، يعني القطاع العام هو اللي مول مجهودنا الحربي، وهو اللي خلانا أصلا في غير حاجة للخارج في تسيير أمورنا الذاتية. يعني إذا أنا بتكلم عن إن رؤية الفساد عندنا مش مجرد كلمة واحدة، وإنما هي رؤية شاملة للبناء، لا يجوز البناء من غيرها. مين هما بقى أهم المؤسسين لهذه الحملة؟ نوعية المساهمين في هذه الحملة وهي ماشية بتشتغل إزاي؟ تمام، مؤسسين الحملة زي ما قلت مجموعة من أبناء 25 يناير و30 يونيو، يعني نقدر نقول إن مؤتمرنا الأول أعلنا عنهم محب دوس، وليد المصري، وأحمد المصري، دولت من أعضاء المؤسسين لحملة التمرد واللجنة المركزية بها. في أيضا واحد زي الزميل محمد فاضل، وهو منسق شباب حركة كفاية والمتحدث باسم تحالف 25-30 في الانتخابات، والأستاذ هشام حبري وهو عضو تنسيقية 30 يونيو. دول الخمسة أو الستة المؤسسين اللي أعلنوا عن برنامج الحملة، دي نمرة واحد. بالنسبة لفكرة الدعم، احنا تواصلنا الرئيسي بيكون مع خبراء اقتصاد وخبراء في علم الاجتماع، بحيث ان هم يكونوا اللي بيمدونا بالمعلومات الكافية اللي نقدر من خلالها ان احنا نطرحها، لان بالتأكيد احنا لا نملك كل المعلومات يعني الكافية في كل المجالات يعني. بالنسبة مثلا عمليات تمويل او ما الى ذلك، احنا مش في حاجة اليها، لان الحملة في الاساس هي حملة موجهة من خلال خطاب سياسي وبرنامج متكامل. هدفنا من خلاله ان احنا نعرض هذا البرنامج في صورة قوانين بديل عن القوانين اللي موجودة في كل اشكال الفساد اللي انا تحدثت عنها، ويتم تقديمها لاعضاء مجلس النواب المنتخبين المفروض في الانتخابات بعد الانتخابات البرلمانيه ان شاء الله. يعني احنا بنتكلم على الدراسه الاول لاهم المشاكل ايا كانت باسس علميه ومصادر، ثم بعد كده عرض مقترح للتعامل مع هذه المشاكل على البرلمان. هو ده منهج العمل بالنسبه للحمله بالظبط. يعني طيب، هل الحمله دي مفتوحه لمثلا اي حد في مجاله ان هو يتقدم ليكوا بسواء المشاكل اللي شايفها او سواء المقترحات؟ طب بالتاكيد طبعا، احنا اول مؤتمر واعلنا ان صفحتنا على الفيسبوك اللي هي الحمله الشعبيه لارساء المسؤوليه ومكافحه الفساد بالعربي،
بين قوسين كافح، وايميلنا اللي هو كافح2015@gmail.com. الاثنين دول مفتوحين اما كمان لتلقي مقترحات متعلقه بتطوير الحمله او بوضع فوكس على مثلا اشكال اخرى من الفساد احنا ما ركزناش عليها. السبب بسيط، لان احنا مجرد مقدمين مبادره، يعني احنا مش اصحاب المبادره ولا نملك دوت. ما دام سميناها الحمله الشعبيه يبقى لازم نكون مدركين بالظبط كلمه شعبيه يعني ايه. شعبيه يعني ملك الشعب، واي خير يعني هيعود فيها هيعود في الاخر على الشعب. يعني اي قوانين مثلا احنا بنقول ان احنا بنحط ايدينا عليها علشان نحاربها ونحط قوانين بديله تكون بتليق بثوره 30 يونيو وقبلها 25 يناير ودستور 2014 اللي الشعب وافق عليه، هي في الاول وفي الاخر ملك الشعب المصري. طيب هل صحيح انه من ضمن الخطوات اللي بتعملوها وبداتوا بيها فعليا هي مراجعه ثغرات القوانين اللي بتم عن طريقها التحايل او بتم عن طريقها تسهيل الفساد بشكل ما؟ طبعا ده اكيد، يعني ما اقدرش اقول ان انا اغير الدستور وما غيرش القوانين اللي هي جايه بشرعيه دستور 2012 ودستور 71. يعني في ثغرات ممكن تؤدي يعني تسهل الفساد؟ يعني في جمله قالها قبل كده الاستاذ وحيد حامد في احد اعماله السينمائيه ان القانون زي ما بيخدم الحق بيخدم الباطل، واحنا عندنا الباطل لازم يكون قانوني. صحيح، وده اللي انا بقرأ السؤال ده اول جمله جت على بالي والله. ابسط دليل على كده احكام البراءه، يعني القاضي نفسه لما وقف قال ان انا عايز احكم ولكن انا لا املك قوانين اقدر احكم بيها، عدلوا القوانين ديت لان هم نفسهم اللي صاغوا قوانين تضمن براءتهم بعد فسادهم. وبالتالي فانا هنا اقدر اقول ان هذه القوانين لابد من عمل ليها مراجعه شامله. يعني حتى كان في احد خبراء الاقتصاد كان الدكتور احمد ابو النور، ده استاذ اقتصادات حرجه بالجامعات الامريكيه، فكان في حديثنا معاه قال لنا ان قوانين مكافحه الفساد هي في حد ذاتها قوانين فساد، وبالتالي فلا يمكن ان انا اقدر اقول ان انا احارب الفساد بدون هدم هذه القوانين. وده الفرق اللي بيننا وبين حملات اخرى بيكون هدفها الترصد للفاسد نفسه. احنا مش هدفنا الترصد للفاسد، احنا هدفنا فكره ان انا اقتلع الفساد من جذوره. دي نمره واحد. نمره اتنين، ان انا الغي الشخصنه. يعني ايه الغي الشخصنه؟ ان لما يجي حد يقول ان السلطه التنفيذيه يكون عليها كل حاجه، لا، في مجلس الشعب هو اللي هيراقب القوانين ديت، وفي سلطه قضائيه هي اللي هتواجه الفاسدين من اول رئيس الجمهوريه لغايه اصغر مواطن. دي دولة القانون اللي المفروض يكون فيها فصل بين السلطات. الحاجة الثالثة كمان فكرة إرساء المسؤولية. يعني إرساء المسؤولية دوت، أنا لما أجي دلوقتي أقول إن أنا هحط سبوت على قضايا فساد يبقى أنا كده باخد مسؤولية الإعلام والرأي العام، لأن يعني مسؤولية الإعلام والرأي العام هو اللي إن هو اللي يواجه قضايا الفساد بالأسامي وبالأشخاص، لكن ده مش دورنا إحنا. وبالتالي فكل واحد بيكون عارف بالظبط نطاق مسؤوليته، ساعتها هنقدر نقول ان احنا بنينا دوله مدنيه ديمقراطيه الحديثه اللي احنا عايزينها. الحقيقه كمان برضه لفت نظري واحنا بنحضر الفقره ان هيكون هناك دورات اقتصاديه مجانيه نواب مجلس الشعب القادم. يعني ايه؟ هتعمل لهم كورسات فاينانشال؟ هو في شقين في الموضوع دوت. الشق الاولاني فكره، وده هيكون هنعمله هنقوله ان شاء الله في مؤتمرنا القادم، هنطالب بتفعيل لجان تدريب اعضاء مجلس النواب اللي جوه مجلس الشعب، وللاسف انها غير مفعله. اذا لم تفعل فده هيكون دورنا احنا ان احنا نحاول نفتح الباب قدام جميع اعضاء مجلس النواب اللي هيفوزوا في الانتخابات القادمه، لان للاسف اللي سائد في مصر حتى يومنا هذا هو فكره نائب الخدمات. رغم ان نائب الخدمات ليس عضو مجلس الشعب، ده عضو محليات المفروض، ولكن عضو مجلس الشعب احنا هنقول ان ده واقع موجود، ان هو اللي بيفوز هذا الشخص ليس لديه لا معرفه اقتصاديه سليمه ولا خبره بقواعد القانون الاداري ولا خبره اداريه، وبالتالي فلما بتيجي تتعرض عليه الموازنه العامه هو ما بيبقاش فاهمها، لما بتيجي تتعرض عليه حساب الختام ما بيبقاش فاهمه. فموافقون بالظبط كده. يبقى انا لازم المفروض احل الموضوع دوت من خلال خبراء اقتصاد يقدموا لهم مثل هذه الدورات تكون مفتوحه لكل عضو مجلس. هم يقبلوا؟ من المفترض منهم ان هم يقبلوا دوت. وبالمناسبه الدورات مش هتكون بس قصيره على اعضاء مجلس النواب، هتكون ايضا للسياسيين اللي عايزين يفهموا الكلام دوت عشان يقدروا يتحدثوا فيه، وايضا الباحثين، لان هناك ايضا باحثين للاسف ما بيبقوش عارفين بالظبط الموازنه العامه وتقسيم ابوابها بيتم ازاي، الحساب الختامي لازم يكون مطابق بالظبط للموازنه. ولا تاخدونا معاكم في الدوره دي؟ هي مفتوحه للجميع طبعا اكيد. امتى دي؟ احب اعرف يعني. طيب خلينا نتكلم ونقول انه زي ما احنا قلنا في المقدمه، الفساد 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 كلمه بنقولها كتير، كلمه المفروض ان هي تكون هدف قومي حاليا للبلد بحالها عايزه تنمو وتبدا من جديد، لكن هل احنا عندنا فعلا لا زالت ثقافه الفساد للاسف هي ثقافه بقت متاصله في بعض او جزء من الشعب المصري في مختلف مجالاته، والمبرر الاول والاخير هو ما احنا لو كان عندنا كفايه عمرنا ما كنا هنفكر في حاجه تانية، ما لما تقبضونا الاول لما تعيشونا الاول كويس نبقى بعد كده ما نبقاش نفسد.
هي منظومه متكامله الحقيقه، يعني منظومه متكامله من بعد حرب اكتوبر، بعد 74 بمعنى ادق، كان حصل نوع من انواع الانفتاح. الانفتاح ده ما كانش مجرد انفتاح اقتصادي، وانما هو نقل الثقافه، يعني انتقلنا من ثقافه الوطن والتحرير الارض وما الى ذلك الى ثقافه اخرى اسمها ثقافه السوق، فاصبح كل شيء معرض للبيع والشراء بما فيها النفس والضمير وما الى ذلك. وبالتالي فانا هنا محتاج ان انا اغير منظومه متكامله موجوده من 40 سنه. ازاي؟ هيتم ازاي؟ يعني. تمام، هيتم من خلال وجود قوى شعبيه على ارض الواقع بتؤمن بالبناء، بتؤمن بانه اذا يعني ان دي رؤيه البناء في اي عصر واي زمان، بمعنى انه لو افترضنا ان السلطه اللي موجوده في الوقت الحالي غير عازمه على البناء، احنا دي هنقول ان دي رؤيه شباب الثوره بشكل عام، تمام؟ يعني دي رؤيه هتكون موجوده ومستمره، اللي عاوز يبني يلجا اليها، اللي مش عايز يبني ساعتها هو بيبعد عنها، وبالتالي فهو بيكون في الاخر مصيره زي المصير اللي حصل قبل خمسه، بعد يعني وقت 25 يناير و30 يونيو. هل الحكومه بقى على الصعيد الاخر حاليا حضرتك شايف ان هي ايضا بتواجه الفساد وبتعمل بده بشكل نشط وقوي على المستوى الحكومي بقى؟ هو في اخبار طبعا بتتداول في ذلك، يعني منها فكره ان مصر في مجال محاربه الفساد تقدمت من 114 ل 94، وان في لجان مكافحه فساد موجوده، ولكن انا شايف انها دور قاصر لسبب بسيط، لانه فكره ان انا احارب فساد في صوره اشخاص دون صوره قوانين، ده اذا انا كده مجرد ايه، يعني بقدم مسكنات مش بقدم علاج. العلاج المفروض يتم من خلال القوانين، تمام؟ وبالتالي فده بيكون دورنا احنا في الوقت الحالي، ان احنا بنشوف بالظبط ايه القوانين اللي موجوده وبتشجع على الفساد بكل اشكاله اللي انا اتكلمت عليها في الاول، ليس فقط الفساد المالي وانما كل الاشكال، وبالتالي بنقول ان دي مجرد بدايه قوانين، يعني مش شرط ان انا اجي اقول ان انا في مؤتمري هكون جمعت بالظبط كل قضايا الفساد اللي موجوده او كل قوانين الفساد، وانما لازم على الاقل واحد يفتح الباب بعد كده لكل الناس انها تتكلم ايه القوانين اللي بتشجع الفساد على الهروب. فكره تضارب القوانين اللي بيحصل دايما بيكون لمصلحه الفاسدين للاسف في مصر، فكره ان في قوانين غير مفعله للاسف حتى يومنا هذا، في قوانين ماشيه حتى يومنا هذا يعني متضاربه مع دستور 2014 وغير دستوريه، كل دوت لازم يتم مراجعته من اوله لاخره. هذا الكلام يمكن تحديدا ويمكن مجمل الكلام بلاقي دايما حضرتك بتتكلم على مستوى اقتصادي وعلى مستوى قانوني، يمكن دول الوجهتين الاساسيتين اللي بيستشري فيهم او ممكن يكون فيهم الفساد هو المسيطر يعني. طيب هل في جهات، ان الموضوع ده صعب جدا ومهمه صعبه جدا، غير الافراد اللي بيساعدوكوا، هل في جهات او احزاب بتساعدكوا في دوت يعني علشان خاطر يكون في دعم؟ مهمه صعبه اصلا، هي هتكون مهمه صعبه بس مش مستحيله، يعني احنا في كل دايما حمله بيكون ليها التكتيك بتاعها، يعني مثلا ايه، يعني انا مثلا لما اجي اقول حمله زي حمله التمرد، حمله التمرد طبعا بتاكيد كانت محتاجه تمويل ضخم، لان انت محتاج عدد كبير جدا من الاستمارات، محتاج عدد مقرات ضخم وما الى ذلك، ولكن لما اجي اقول حمله زي دي انت مش محتاج اكتر من اهل الخبره، ده من ناحيه، نمره اتنين شباب عندهم العزم على ان هم يقدموا هذا المشروع كخطاب سياسي يقدم في الوقت الحالي او يقدم في اي عصر المفروض نقول فيه ان احنا عايزين نبني فيه وطننا، وفي نفس الوقت يتم عرضه في كافه وسائل الاعلام ويتم فيه التواصل الجماهيري من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، احنا مش محتاجين اكتر من كده. اذا تم يعني الاتفاق على افكار جديده او على مقترحات عمل جديده مثلا تستلزم تمويل معين مثلا او كده، فاحنا بنشوف ايه السبل المشروع اللي ممكن من خلالها ان احنا نلجا لدوت ونعرضه قدام الناس بشكل شفاف. وطبعا قدام الناس واضح. بالتاكيد طبعا. قلت كان في مؤتمر جماهيري اعتقد في الاول يعني. المؤتمر ده شلنا فيه الحمله، ده كان يوم الاثنين 24 نوفمبر في نقابه المحامين، وقصدنا ان احنا نختار نقابه المحامين باعتبارها ان هي طول عمرها هي ونقابه الصحفيين نقابات راي عام ودفاع عن حقوق الناس. فقلنا ان في هذا المؤتمر عرضنا فيه اهداف الحمله اللي انا عرضتها دلوقتي وبرنامج عمل الحمله في المرحله القادمه. وايضا دعينا فيه كل الشعب المصري ان هو يلتف حول هذه الحمله كحمله بناء زي ما التف حول حمله التمرد. هسألك سؤال وجاوبني بمنتهى الصراحه، هل المكون الاساسي، مش بتكلم على المؤسسين، بتكلم على الداعمين والمشاركين والمستجيبين لهذه الحمله، هل الشباب، وانا بتكلم على الشباب بتكلم تحديدا من مثلا حاجه 20 لحاجه 35 سنه مثلا، هل موجودين في هذه الحمله؟ هل حضورهم قوي؟ استجابتهم اقوى، يعني طبعا في استجابه طبعا منهم في فكره ان هم كل واحد فيهم بالظبط عاوز قبل ما يشارك عاوز يفهم بالظبط ايه اللي انتوا بتقدموه جديد، يعني انتوا مثلا طالعين فما بتقولوش ان انتوا بتترصدوا لمجموعه من الفاسدين وملفاتهم اهي وهنروح بكره نقدم فيهم بلاغ في النائب العام، لا انتوا بتطرحوا القضيه من منظور كوادر عمل سياسي وبتقولوا بيها انه ادي بالظبط الوطن لما صيغ الفساد فيه صيغ بهذا الشكل من 1 2 3 4، طب فهمونا بالظبط.
وبالتالي فهم رد فعلهم اقوى. ولكن احنا بالمناسبه بجانب الشباب ايضا مستهدفين كل فئات الشعب، يعني احنا في الاول وفي الاخر، لان يعني قضيه الفساد كلها ادير منها الشعب كله، يعني قضيه فساد قضيه الخصخصه ادير منها العمال والفلاحين على السواق، دول مش شرط يكون منهم شباب، بالعكس ده منهم دلوقتي اكيد، يعني على يعني بذكر الحوادث ديت بقالها اكثر من 20 سنه، فزمانهم دلوقتي كبروا يعني عدوا مرحله الشباب يعني. طبعا طبعا يعني تتكلم بشكل عام ان هذه الحمله بتخاطب جميع فئات الشعب اللي اديرت من الفساد بشكل او باخر، لان حتى اسمها الحمله الشعبيه مش الحمله الشبابيه اللي مسؤوليه مكافحه الفساد يعني. طيب خيار اتكلم بقى عن ان يعني يمكن ان جزء زي ما قلنا تاني من مؤسسي هذه الحمله هم اساسا كانوا مؤسسين في حمله التمرد، خلاص، وحمله التمرد كانت من الحملات اللي يعني يدين لها بالشكر وبال كتير جدا من 30/6، وفي كفايه حتى يعني هذه الوثيقه اللي مضى عليها الشعب كانت بدايه الشراره او بدايه الشعله. يعني هل خبرتكم او هل خبره مؤسسي حركه التمرد هي وقود اساسي لحمله كافح؟ لا ما اقدرش اقول كده، لان برضو هي ليست قصيره على حمله التمرد، وانما هي مفتوحه للشعب كله، لان بالمناسبه حتى حمله التمرد في حد ذاتها لا ينسب فيها الفضل، يعني ينسب فيها الفضل هي نفسها كحمله، ولكن لا ينسب لا لمؤسسيها ولا لجنتها المركزيه، وانما ينسب الفضل للشعب المصري كله. قول فكرتها بالظبط، يعني هو في الاول وفي الاخر هي كانت اشبه بالعربيه اللي تم فيها تدوير الموتور، ولكن من قاد العمليه هو الشعب المصري. وده مش جديد عليه، يعني الشعب المصري طول عمره هو الشعب المعلم والقائد، ده اللي احنا متعلمينه دايما. ولكن فكره الفرق ما بينها وما بين حمله التمرد انه احنا بنقول للشعب ان اذا كانت البناء جزء منه عمليه هدم، فلابد في الوقت الحالي عمليه بناء، او في اي وقت الشعب المصري بيقرر فيه ان هو يبني وطنه، لا يمكن بناء الوطن بمجموعه من المشاريع الاقتصاديه او التنمويه من غير ما اقضي على جذور ما قبل 25 يناير و30 يونيو. ما قبل 25 و30 يونيو كان عباره عن ليس فقط فساد منتشر، لان لو جيت قلت هنا فساد منتشر فالناس هتقول لي واو الفساد منتشر في العالم كله، يعني كان عندنا للاسف الفساد اسلوب حياه، يعني من اول راس في البلد الى اصغر راس، يعني الى ان بدا ان يكون الصح هو الغريب وهو اللي بقاش متعودين عليه. ما هو ده يعني بالظبط، مش صح، ايه ده احنا ماشيين صح في حاجه غلط يعني. لا هو هي كارثه في فكره ان اللي بيمشي صح دوت بينسب اليه ان هو عمل انجاز عظيم، رغم ان هو لم يرتكب انجاز عظيم، هو كل الحكايه ان هو عمل الصحيح، يعني زي مثلا الشرطي لا شطت اموال ورجعها وبقى خبر، يعني الخبر هو ان شرطي امين يعود بشط الاموال الى يعني الحمد لله. يعني زي ما قلنا هي هتاخد وقت، اعتقد ان كانت زي ما بيقولوا الدامج او الـ 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 الفساد او الخراب اللي حصل من وش الفساد دوت كان كبير، ويمكن كان ليه تاثير كبير جدا في الشخصيه المصريه، لكن نتمنى ان فعلا يكون في هناك صحوه ونرجع بقى نبتدي نرجع تاني للشخصيه المصريه اللي هي حلوه وطيبه ونظيفه. صحيح طبعا، وما بترضاش على نفسها الحرام اعتقد. طيب انا برحب بحضرتك تاني استاذ محب دوس، عضو حركه التمرد وايضا مؤسس حمله كافح، وهي الحمله الشعبيه لارساء المسؤوليه ومكافحه الفساد، وخير الكلام هو شعار هذه الحمله ارساء المسؤوليه الاول من المسؤول، وبعد كده هنكافح بقى الفساد، بس نجيب مسؤول الاول بس كده. فاصل ورجعين تاني.